حسب غنى نعمتي، عدد 8، التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. إيه ده؟ إيه السر ده؟ لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء. بيقول في غنى نعمته ادانا أن نكون قديسين، صحيح مش لقب، فعل، ودانا أن نكون أبناء شرعيين حقيقيين، ودانا نفهم بكل حكمة وفطنة، نفهم أسرار ملكوت السماوات، نفهم السر المخفي منذ الدهور، إنه به كان كل شيء، والله عايز يرجع تاني يجمع كل شيء ما في السماوات وما على الأرض في المسيح، ليكون المسيح الكل في الكل، عشان كل حاجة منه وبه وله كل الأشياء. ده السر، إن ربنا عايز يدينا الحكمة والفطنة. وأنا بقرأ بولس بيقول أنا اللي عرفني، ما حدش عرفني، لكن الله هو اللي عرفني بالسر. الله عايز سر الرب لخائفيه، عهده لتعليمهم، من دم البركة الروحية التي في السماوات اللي ربنا عايز يباركك بيها، هي الفهم والحكمة الروحية. وعشان كده بيصلي بعد شوية وبيقول روح الحكمة والإعلان في معرفتي مستنيرة عيون أذهانكم، باركنا بإيه؟ باركنا بكل حكمة وفطنة إذ عرفنا بالسر. شيء بديع إنك تقعد مع ربنا ومع كلمته، وربنا يوريك ويفهمك ويعلمك ونور عينيك، وتفهم أسرار العالم الروحي ومفاتيحه، إزاي أعيشها، إزاي ما فيش مستحيل، منين السكة، أعملها إزاي، موجودة يا إخوة، موجودة، لكن أنا محتاج الحكمة والإيه؟ والفطنة. ودي واحدة من النعم اللي ما تولدتش حضرتك بيها، وما فيش واحد كده بولس هو كده وعتريس هو مش كده، ما فيش حاجة اسمها كده، مش حاجة اسمها كده أي حد، زي ما إن القداسة للجميع، زي ما إن البنوة للجميع، الحكمة والفطنة للجميع، للي عايز. عايز تشوف، عايز تفهم أسرار ملكوت السماوات، عايز تفهم يعني إيه كله في المسيح، ليجمع كل ما في السماء وما على الأرض في المسيح، متاح ليك، عايز مخك يستنير مستنير عيون أذهانكم، متاح ليك، حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا في المسيح.